النظرية الثالثة نظرية ليكارت، يرى ليكارت أن العملية الإدارية تتكون من عدة جوانب. الجانب الأول يمثل الجوانب الإدارية وتشمل النواحي التنظيمية داخل المدرسة بما فيها من شؤون مالية وشؤون طلاب كالغياب والتأخير والمحافظة على ممتلكات المدرسة إلى آخره. اثنين الجوانب الفنية التي تمثل معيار نجاح مدير المدرسة في عمله والتي تتعلق بعملية التعليم والتعلم بما فيها الاهتمام بالمناهج وطرائق التدريس وأساليب التقويم والوسائل والتقنيات والمكتبة إلى آخره. الجانب الثالث الجوانب المتعلقة باستمرار وجود المدرسة كالتكيف مع ظروف التغيير والتجديد ومواجهة الظروف الطارئة. وجدت المدرسة على أساس تحدث التكيف داخل المجتمع، وتعتبر الجوانب الثلاثة أو الجوانب الإدارية والجوانب الفنية مكملة لبعضها البعض، ولا يمكن الفصل بينهما إلا لغرض الدراسة. النظرية الرابعة نظرية بارسونز. هذه النظرية ترى بأنه أن أي تنظيم يسعى لتحقيق أهداف محددة هي في الواقع أهداف المجتمع الذي يوجد فيه التنظيم والذي أنشئ لتحقيقها. فمثلا على سبيل المثال للمجتمع مؤسسات كثيرة وجدت على أساس تحقق أهداف محددة، كالمؤسسات الصحية وجدت على أساس تحقق أهداف الجانب الصحي، والمؤسسات التربوية وجدت على أساس تحقق الأهداف التعليمية، والمؤسسات التربوية وجدت على أساس تحقق الأهداف التربوية للمجتمع. ويعمل التنظيم على تحقيق أربع مهام. المهمة الأولى تحديد الأهداف ووضع الوسائل لتحقيقها، وينبغي أن تكون هذه الأهداف محددة وواضحة، وينبغي أن يتم اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق مثل هذه الأهداف. المهمة الثانية إيجاد التكامل بين أعضاء التنظيم. فأي تنظيم يوجد على أساس يحقق التكامل بين الوظائف والمهام والأعمال المختلفة. فمثلا على سبيل المثال أهداف المدرسة الابتدائية تتحقق من خلال التخصصات المختلفة ومن خلال التنسيق والتكامل بين أعضائها التدريس على مستوى التخصص، والتكامل والتنسيق بين التخصصات المختلفة داخل المدرسة، وبذلك تتحقق أهداف المرحلة التعليمية وتتحقق أهداف التنظيم المدرسي. المهمة الرابعة التكيف لمطالب البيئة الخارجية. وعندما نقول البيئة الخارجية نقصد فيها مطالب المجتمع نفسه. يعني ينبغي على المؤسسات التعليمية والمؤسسات والمدارس أن تكيف أنشطة ما يدور داخل هذه المدرسة، هذه المدارس وهذه المؤسسات لكي يلبي ويحقق متطلبات المجتمع الخارجي البيئة الخارجية. وهذه المؤسسات هي مؤسسات اجتماعية وجدت على أساس تحقق مصالح ومطالب المجتمع. المهمة الرابعة استمرار التنظيف النمو من خلال المحافظة على حوافزه وإطاره الثقافي. وجدت المدارس على أساس تستمر، وجدت المدارس على أساس تقدم خدمة لأفراد المجتمع، هذه الخدمة مستمرة ومطلوبة على الدوام، وبالتالي كل مدرسة وجدت هي تتطور في وظائفها وفي ممارستها وتنمو باستمرار مع متطلبات وطموحات المجتمع. يميز بارسونت من ثلاث مستويات للتنظيم: الجانب الفني ويهتم أعضاؤه بالأعمال الفنية كالمشرفين والمعلمين في الإدارة المدرسية. وظيفة المشرف ووظيفة المعلم هي وظيفة فنية، وبالتالي يعتبر مستوى من الممارسات للعمل التعليمي داخل المدرسة له طابع فني. المستوى الثاني المستوى الإداري، ويهتم أعضاؤه بتنسيق الجهود بين الأقسام والأجهزة، مدير المدرسة ووكلاءه أعمالهم إدارية، وبالتالي دورهم على أساس أنه ينسقوا بين المجالس واللجان وبين التخصصات المختلفة داخل المدرسة أو بين الإدارات في الإدارة بين الإدارات المختلفة في الإدارة التعليمية. المستوى الثالث للتنظيم هو المصلحة العامة، وتتركز مهمتهم بالنظام الاجتماعي الخارجي. بمعنى أنه المستوى الأول والثاني المستوى الفني والإداري يتم داخل المدرسة، المستوى الثالث المصلحة العامة وتتم من خلال الإدارة التعليمية، سواء كانت إدارة التربية والتعليم على مستوى المنطقة أو إدارة التربية والتعليم على مستوى المحافظة، والوزارة برضه بشكل عام تهتم بالمصلحة العامة. بمعنى أنه إدارة التعليم هي مسؤولة عن أن هذه المؤسسات تحقق أهداف المجتمع، تحقق الدور المنشود اللي ينشده المجتمع من هذه المؤسسات من خلال الرقابة والإشراف من قبل الإدارة التعليمية على مؤسسات التعليم والإدارات المدرسية.